السلام عليكم البنات، نتمنى تكونوا على خير وبخير. الحصه ديال اليوم الفقاس البلدي تيجي غزال، تيجي رائع، والحمد لله مطلوب عندي بزاف، ولي داقو تيرجع لعندي. نتمنى تجربوه مع طريقه التحضير بالتفاصيل من البدايه الى النهايه، خصكم تتبعوا الفيديو باش توصلوا النتيجه. قبل ما نبدا الفيديو فضلا منكم وليس امرا ما تنساوش تدعمونا باللايك والاشتراك مع تفعيل الجرس باش يوصلكم الجديد. ندوزو بالنسبه للمقادير البنات ديال الفقاس، انا دايره قياس 2 كيلو كي تنقول لكم دائما، نتوما قسموا على 2 قسموا على 4. عندي هنايا قياس 2 كيلو ديال الطحين، عندي هنا 2 كيلو ديال الطحين بالطبع انه فوس رطب ومغربل، عندي 10 ديال البيضات كاملين، ها هما انا فقيتهم باش ما نلقاش شي وحده فاسده ولا شي حاجه، حطيتهم مباشره في الكسعه. هما عندي هنا 10 ديال الحبات ديال البيض كبارين، عندي 2 زلافات ديال السكر سنيده كبارين على حجم هاد الزلافه، عندي 2 زلافات ديال الجنجلان ولوز، يعني زلافه كبيره ديال اللوز، زلافه كبيره ديال الجنجر كبارين عامرين مزيان. عندي نكهه الفاني، عندي هنايا 2 خمارات، انا تندير خماره في الكيلو، عندي هنا 2 خمارات، عندي هنايا خلطه ديال الملحه. بالنسبه للزيت 2 ديال الزيت ديال الزيت. ندوزو طريقه التحضير، تنديرو في هذا هو الاول، تنزيد عليه سنيده، كيقول لكم راه 2 زدايف ديال السنيده، تنزيد عليه 2 زدافات ديال الزيت، انا دايره قياس 2 كيلو، 2 زدافات ديال الزيت. هانتوما البنات، نبدا بشويه د الملحه، نكهة الفاني، لي بغا شي نكهة أخرى مكاين تمانع، 2 خمارات، تنخدم العناصر مزيان بيدي حتى تتندمج العناصر كلها. الإناء عندي كبير صغير، سمحولي نحولو. البنات سمحولي كاع ما عرفت نخدم في الكسعة، بحكم ان القصعه صغيره وانا عندي قياس 2 كيلو، لابد نديرها في البانيو كبير باش تساعدني باش نخدمها براحتي. حتى السنيده لقيتها شويه غليظه عذبات لي في الخدمه، ولكن خصكم لابد تخدموها مزيان 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 حتى تذوب سنيده. البنات واحد النصيحه نصحها لكم، اللي تيدير هكا الفقاس او الغريبه بالطراب تبقى يطربها مزيان، هذيك مثلا طربوها بالطراب تضعف الحجم ديالها، مثلا تضعف الحجم ديالها تندخل العدد ديال الطحين. انا ما عنديش الربح اني ندخل الطحين بزاف، خصني ندخل القياس ديالي، القياس ديالي ديال 2 كيلو خصو يدخل لي في هذا القياس، اذا في هذا العدد ديال 10 البيضات و 2 زلايف ديال الزيت و 2 زلايف ديال السنيده. بالنسبه للطريقه ديال الخدمه تنخدموها بطريقه بلديه عاديه بلا طراب بلا حتى حاجه، باش ما تدخلوش الطحين بزاف، تولي ديك الساعه طحين حسب الخليط. هانتوما البنات خدموا مزيان بالطريقه البلديه اللي كنتو تخدموا بها زمان. انا هاد الفقاس هذا بالطريقه ديال امي الله يذكرها بالخير، انا هاد الفقاس واخداه من عندها، هذا الطريقه ديال الفقاس درنا هادي صريح ومازال تنخدم به والحمد لله تيجي غزال. هانتوما شوفوا من بعد ما خدمت الفقاس يعني الخليط ديال البيض والسكر والسنيده، تندير الجنجلان اللي كنا قلت لكم ما تنحمرش الجنجلان، لحقاش هو الطحين تيتحمر وتيولي اللون ديالو مغلوق، والجنجلان ما يتحمرش حتى هو تيتحمر، يعني كلشي تيبقى خضر تيتحمر بقا وحده. هانتوما شوفوا انا تندير المواد بزايد، نتوما ديروا على حساب الامكانيات ديالكم، انا خدمت نتوما ديروا على حساب الامكانيات ديالكم البنات. هانتوما دابا غير تنخلط وغادي ندير الطحين حسب الخليط، شي مساعده هانتوما شويه بشويه تنجمع، هي البانيو هكا البسيله كبيره تتساعد على الخدمه.
اللي بغا دير جوجه اقل من هذا العدد ممكن، اللي بغا دير اكثر ما كاين حتى مانع، دير جوجه ولا جوج. ما تنديرش الطحين كله باش ما يعذبنيش في الخدمه، تندير شويه بشويه وهي تنجمعو بيدي، ماشي تندلكو، تيتجمع وصافي بحال الطريقه ديال الصابلي. البنات من بعد ما دخلت جوج كيلو ديالي كامله ديال الطحين هاد الطريقه، هانتوما شوفوا تجي شويه خصو يجي ما تلصقش في اليدين، يعني ماشي جاري وماشي كاع قاص، هانتوما راه هو رطيب ولكن ما تلصقش في اليدين، باش تعرفوا بان العجينه هي هذيك تتقبطيها ما تلصقش في اليدين، هانتوما يعني ما تبقاش لاصقه. انا غادي نقسمها على خمسه ديال الحرابل. ما حربنا الفقاص ديالنا دهنا بالبيض والكاكاو، اللي ما بغاش يدير الكاكاو ممكن يدير نسكافيه، تنخدموها مزيان وتندهنوا، تنديروا لها الزخرفه ديالنا يعني بالفرشيط، والفران خصو يكون بارد وعلى نار مهيله بزاف كي قلت لكم ديك النهار. انا تندير دائما تفصيل هو التحتاني باش ما تيطيب بالمهل، هذا راه مهي البنات. من بعد ما طيبت الفقاص ديالي على نار مهيله بزاف، تنفزق منديل من بعد ما تيطيب وتنديرو على الفقاص مباشره، غير تيبرد الفقاص تنقطعو، ما كان فيك ما تقطعي ديك الوحده تلا غدا ليه ما كاين حتى مانع. نبداو ان شاء الله باذن الله.
من بعد ما قطعت الفقاص ديالي كي قلت لكم جوج كيلو حطيت ليه هذا القياس. دابا غادي نطيبو في الفران بلدي عادي، العافيه غتكون فوق منه على نار مهيله. كيف تنطيبو الفقاص دائما تنطيبو على كي قلت لكم دائما نار مهيله بزاف بزاف، تنطيبو وتنبقى نقلب يعني ملي تتحمر ليا وجهي تنبقى نقلب وحده بوحده على حسب اللي تحمرات لي. الا كان عندك فران ديال الضو تدير على 120 درجه يعني اولا 100 على حساب تكون النار مهيله باش يتحمر لك ما يجيش مخطوف وتجي لون واحد. ان شاء الله حنا تشوفوا التتمه ديال الطياب ديالو ونتلاقاو ان شاء الله في فرصه اخرى ان شاء الله. البنات من بعد ما حمرت الفقاص ديالي ها النتيجه ديالو، تيجي الصلع النبي رائع غزال ومجعب كي تشوفوا ها نتوما، وتيجي هو رطب وفي نفس الوقت مقرمش يعني ماشي قاصح ولكن فيه عطاء مقرمشه غزاله. والمكونات ديالكم شفتوها نتمنى ان شاء الله تجربوه. هذه الوصفه راه ليها تاريخ واعوام، راه عندها التاريخ ديالها هذه الوصفه ديال القاص راه موروثه. نتمنى ان شاء الله ينال اعجابكم وما تنساوش دائما دعمونا باش يكون دائما جديد.